ساكنة؟ أنا قلت جايز بدك أساعدك في شيء. معهوش حد يساعدني، أنا عارف أنا عاوز إيه. السلام عليكم يا عم عزازي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيادة المستشار. كويس انك لسه صاحي يا عم عزازي. ايوه صاحي يا سيادة المستشار. خير؟ خير ان شاء الله. انا اصلي كنت عاوزك في كلمتين. تعال تعال. ما تيجي يا عم عزازي؟ حاضر حاضر يا سيادة المستشار. انا اصلي الموضوع اللي كنت محتاج لك فيه ما حدش في الدنيا هيقدر يفيدنا فيه غيرك يا عم عزازي. موضوع ايه يا ابني؟ طب ما تقعد علشان تستريح ونعرف ناخد وندي مع بعض في الكلام. حضرتك جاي عشان نقعد في المكتب؟ اه ليه؟ ممنوع؟ لا لا العفو يا بيه لا. يبقى تقعد يا عم عزازي، اصل القعده ممكن تطول. ومش انت كنت زميل المرحوم الله يرحمه يوم بيوم؟ ألف رحمة ونور عليك يا حاج. وعارف عن الحاج الله يرحمه كل حاجة. عارف اشترى ايه وباع ايه ولو كام وعليه كام. يعني فلوس الحاج وملكه انت أكتر واحد في الدنيا عليم بيهم. اقعد بقى اقعد، مش قلت لك القعدة هتطول. عاوزك تساعدني، او بمعنى اصح عاوزك تساعدنا كلنا علشان نعرف الحاج ساب ايه وكام. ما تتكلم يا عم عزازي. ما قلتليش يعني يا عم عزازي المعلم رحايم فوق في المكتب؟ أديك شفته بنفسك من غير ما أقول لك يا والد. إحنا الاتنين جايين في نفس الوقت يا معلم رحيم. أنا جاي لمصالحي. أنت جاي ليه؟ ما هي المصلحة واحدة. مش كده ولا إيه؟ مصلحة واحدة كيف؟ أنا مصالحي اتنين. أنت مصالحك هناك في المحكمة. شغلك هناك. يعني يا رحيم عاوزني أروح المحكمة أدور على حقوق الناس. وأنا مش عارف حقي فين. خلاص. روح المحكمة أبلغ عني. أبلغ عنك كده هو يا رحيم؟ أمال كيف؟ لما تقول لي ما عارفش أخد حقي وجاي تعسعس في الليل من ورا ظهري وظهر إخواتك أقول لك إيه عاد؟ تقول لي تعالى يا أخويا نقعد ونتحاسب. حاضر يا سعادة المستشار. أحسب الحسبة وأعمل كشف الحساب وأوصله لحد عندك. طب لو ينفع نقعد دلوقتي
تعال نقعد، طلع اللي معاك وقول لنا ده الاول وده الاخر. مش من حقك تقول طلع اللي معاك، لو شايف انه من حقك هات البوليس يقبض علي. مستني يا سياده المستشار، ما خايفش اهرب، بس خد بالك يوم هقف في المحكمه ولو حتى انت القاضي هطلب شهادتك وحلفك اليمين وخليك تقول قدامي العالم كله من اللي صرف عليك وشالك على كتافه لحد ما بقيت مستشار ورقاب العباد في يدك، وساعتها هطلب منك تحكم على نفسك واشوف هتحكم بيه عاد. همشي ولا ناوي تجيب لي ظابط واتنين عساكر؟ العفو يا معلم رحيم، اتفضل. تهيألي ما جاش الوقت لسه اللي نقف فيه قدام بعض في المحاكم يا رحيم. لا، لو عايزني من بكره اروح المحكمه اروح، وبدل ما تيجي العزازي وتساله عن مال ابوك سالنا انا وانا ادلك. ابوك الله يرحمه ما حلتوش الا الوكاله دي والبيت، هما الاثنين بس اللي باسمه. قول له يا عم عزازي، قول له كيف ما بعترت عمري كله ليل نهار في الاسواق لاجل ما ارفع اسم ابوي واسم اخواتي وعلمهم احسن تعليم. قول له واحفظ اللي هتقوله زين، عشان انا هجيبك معايا في المحكمه واخليك تعيد اللي قلته من تاني. بدي اقول شيء يا سياده المستشار. ما تقولش حاجه يا عم عزازي، شوية الكلام، الكلام اللي بجد هيجي وقته.